للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، 4 شهداء اليوم في بغداد، متى تتوقف آلة القتل الحكومية المستمرة في حصد خيرة شباب العراق؟ حقيقة الانتفاضة مستمرة. نعم. وفي اعتقادي حاجز الخوف تجاوزوه بشكل واسع، وعدم استجابة السلطات في بغداد بقواها المدعومة من الخارج سواء أو من الداخل من قبل ميليشيات وأحزاب مرتبطة بأذرع مسلحة، حقيقة مستمرين باستخدام العنف ولم يبالوا بإبادات جماعية قد تحصل في الأيام أو الساعات القادمة، حقيقة كما هو المشهد في إيران في عملية معالجة الانتفاضة الشعبية في إيران. لذلك لاحظ أن الشباب مصممين على الاستمرار بالانتفاضة مهما كانت وغلت التضحيات، حقيقة. وهنا تفاجأ العالم بهذه الوثبة العراقية الأصيلة، حقيقة دون وجود أي شكل من أشكال الدعم سواء من الخارج أو الداخل من القوى السياسية التي فشلت في إدارة العراق منذ 2003 ولغاية اليوم، حقيقة. لذلك نلاحظ أن عملية الاستمرار قد تؤدي إلى حالة من العصيان المدني الواسع، وهذا توضح اليوم في بغداد. نعم. في بغداد هناك تضامن كبير جدا من كثير من المؤسسات الحكومية ممثلة بالجامعات وممثلة بإدارات الخاصة بعمليات الصحة والتعليم وغيرها. هذا يدلل على أن احتمال كبير أن يكون هناك عصيان مدني عام في جميع محافظات العراق. لذلك نلاحظ استخدام واستمرار حالة العنف. طيب. لن تثني هؤلاء المنتفضين. طيب دكتور، يعني تحقيق النص. أهالي شهداء الثورة يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن دماء أبنائهم، يعني هل ترى أن هذه المطالبات ستؤجج الثورة وتدخل ذوي الشهداء على خط الثورة؟ حقيقة ستدخل العوائل بكل أشكالها بما فيها حتى العشائر. هذا جانب مهم جدا، استمرار العنف. وسمعنا اليوم من كلمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنه لن يتحرك بشيء يستجيب به ولو بنسبة 1% لمطالب الشارع، لمطالب الانتفاضة. لذلك نلاحظ هناك دعم من قبل قوى سياسية مرتبطة بأجندات خارجية تضغط على الحكومة، هي أساسا حكومة فاسدة. لذلك نلاحظ عادل عبد المهدي كأنه في حالة حصار ولن يتمكن من الإدلاء بالاستجابة لمطالب الشارع. لذلك نلاحظ إمكانية التحول في الأيام والأسابيع القادمة إلى حالة حرب أهلية، هذا أيضا محتمل ووارد. طيب، بالكلام عن عادل عبد المهدي والحصار الذي يحصل له، دعنا نتحول إلى الجنوب الذي أضحى الصداع الأكبر لعادل عبد المهدي ولحكومته. يعني اليوم بعد أن قام المتظاهرين بغلق الطرق المؤدية إلى مصافي النفط العراقية، يعني هذا التصعيد كيف ترونه وما يقوم به المتظاهرين من ضغط على شريان العراقي الاقتصادي الوحيد؟ حقيقة كل ما تزداد حالة العنف واستخدام القوة المفرطة، أزاء المتظاهرين يحاول المتظاهرون تجنب أي شكل من أشكال العنف، ولكن هناك حالة من الاضطرار لأن تسلك القوى المتظاهرة والمحتجة هكذا سلوك في عمليات التحول إلى العصيان المدني، حقيقة هذا محتمل وارد. ولذلك تعمل على غلق
الطرق المؤديه الى الموانئ النفطيه او الى الحقول النفطيه طيب. وغيرها من اجل شل كل شكل من اشكال الايرادات القادمه الى هذه الحكومات الفاسده التي تستخدم كل اشكال العنف والقوه ضد المتظاهرين. فانا في اعتقادي ما جاءت الا عمليه حرق للقنصليه قبل ساعات، القنصليه الايرانيه في النجف، الا كرد فعل لعدم الاستجابه ولو بشكل بسيط للمتظاهرين من قبل الحكومه، حكومه السيد عادل عبد المهدي. نعم، كان معنا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لك.